للمره الثانيه يطرد المغربي سعد المجرد من مصر بعد موجه غضب واسعه تداولت وسمى على منصات التواصل الاجتماعي مش عايزين سعد المجرد في مصر تعبيرا عن رفضهم استضافه ما وصفوه بالفنان المتحرش. جاء هذا بعد ظهوره في الإعلان الترويجي لقناة أون تي في المصرية في برنامج سهرانين الذي يقدمه أمير كرارة وبعد الضجة حذف المغني سعد المجرد منشوره الذي دعا فيه جمهوره لمتابعة برنامج سهرانين يوم السادس أكتوبر كما قامت القناة اون تي في بحذف البرومو الترويجي حذف ربطه البعض بالتزام القناة مع الاحتفالات ذكرى حرب أكتوبر المتزامنة مع يوم السادس أقول وإليكم ما كتبه الكثير من الرافضين للمغنية المغربي هنا تغريدة لسارة حيث قالت فيها السوشيال ميديا طردت سعد المجرد لثاني مرة برا مصر مش عايزين سعد المجرد في مصر لهجة المصرية فرانشيسكو له رأي في الموضوع وكتب باستضافة المتحرشين وتلميعهم على أنهم نجوم هو مشاركة في الجريمة بالتساوي مع المجرم هنا نورهان ترفض المغني المغربي سعد المجرد وكتبت في الوقت الذي يحارب العالم المتحرشين تفتحون الباب لواحد عليه حوالي اربعه قضايا اغتصاب وتحرش في بلدان مختلفه وتعرضوا بنات البلد لخطر كيف تفسرون هذا؟ سعد المجرد غير مرحب به في مصر الى تغريده اخرى يقول صاحبها نستنكر بشده ان يظهر سعد المغتصب على برنامج تلفزيوني في مصر، تسليط الضوء عليه سيقويه اعلاميا ولكنه في الظلام سيستقوى على ضحاياه، شخص سجله في الفضائح اكبر من سجله في الاغاني، متفاعلة اخرى على تويتر كتبت: هذا المريض متهم بخمسة قضايا اخلاقية واكثرهن قصيرات والان تستضيفونه في برنامج على اساس انه مغني ناجح هذا عار اليكم ما كتبه احمد في منشور له سعد غير مرحب به سواء في مصر او في مكان ثاني ما فيش مجال لتلميع سعد المجرد لأن مهما مر الوقت ستبقى الوصمة هذه طول حياته أتمنى من القناة أن تقدم اعتذارا ويتم توقيف الحلقة فورا ونختم بتعليق حسن الذي تساءل قائلا بعد إلغاء حفل سعد المجرد في مصر سابقا تم اليوم إلغاء عرض حلقة تلفزيونية بعد تصدر هاشتاغ مش عايزين سعد المجرد في مصر الترند المصري للمره الثانيه يطرد سعد المجرد من مصر فهل هي فعلا رغبه الجمهور في عدم دخول فنان متهم بالتحرش الى مصر ام انه هنالك من يرفض غزو السوق المصري فقط هذه ليست المره الاولى التي يطرد فيها كما قلنا بل سبق له ان قوبل بالرفض حيث تم الغاء حفل كان سينشطه بمصر في ديسمبر من العام الماضي أي 2020 مشاهدينا الكرام هذه أخبارنا إليكم وغدا بحول الله يوم جديد إلى اللقاء